السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. المره هذه مش نحكيو بالمكشوف واكثر من بالمكشوف، مش نحكيو على امور معناها تهم النادي الافريقي، امور انا نراها اختيره واختيره برشا. الاخبار هنا وهناك تقول راهو فوز البنزرتي في النادي الافريقي. فوز البنزرتي صحيح، اليوم وصل لتونس موجود، معناها المكثر من الكلوبستيه، وثم برشا معناها كلوبستيه صحاح، مش معناها راهو ما يفدلك ولا ثم ناس كلوبستيه صحاح يقولوا راهو فوز البنزرتي جاء للتفاوض مع يوسف العلمي من اجل التدريب النادي الافريقي. هذه امر الاولاني. ثم فئه اخرى من الناس المقربه من اداره النادي الافريقي، معناها ويفهموا معناها حتى في الامور الخارجية، أمور الوداد، أمور أي حاجة ما تخصش الكلوب أفريكان، زادة يقول لك راهو فوز البنزرتي جاء ماخذ فاكونس من الوداد البيضاوي، ماخذ معناها راحة من الوداد البيضاوي، وهو اللي كان سبب باش استقدم الملاعب التراوري لاعب الاتحاد المونستيري وملاعب آخر وما هوش خارج من الوداد. أول حاجة فوزي بنزرتي مهوش عامل كونتراتو مع فريق الوداد، وكلنا نعرف فوزي بنزرتي ما يعملش كونتراتوات، يجي يراني يعدي شهرين ثلاثة وبعد يشوف إذا كان باش يعمل كونترا بعد مدة بتاع 3 شهور. يعني إنسان عنده ثقة في روحه، ما نكروش الأمر ذي في فوزي ويعطيه الصحة برجولية، إنسان عنده ثقة في روحه. ما عناش مدربين في تونس يصلحوا باش يريناو كيبات كبار بخلاف فوزي، وإلا سمينا الأسد جردة، هذايا كل مهم ما يعنيناش. يعني الأخبار تقول اللي فوزي جاء في فاكونس، ولكن في نفس الوقت فوزي جاء من أجل التفاوض، وهذا أمر ما نستغربوش من فوزي ولا كنا نعرفوه. لذلك مش نشوفوا ثم زوز مصادر خرجوا الأخبار هذايا. ثم صحفي معروف بحبه للنادي الإفريقي، صحفي قديم، الناس كل يعرفوه، معناتها يعني قديم زاد، وانا واحد من الناس نعرفه، بيتكلمش برشا على الكلوب، هو يحكي عن الرياضه بصفه عامه، ولكن اكد وقال راهو فوزي جاء للتفاوض من اجل الانضمام للنادي الافريقي، وراهو كل شيء مريكل وكل شيء مسطر. فرحنا، انا واحد من الناس فرحت وقلت يلزم نحاولوا معناها نثبتوا. صحيح ما هبطش فيديو دي مباشره، ولكن هبطت في الكومينيتي قلت فوزي معناها قريب باش يهبط، معناها باش يريني النادي الافريقي ويتفاوض مع يوسف العلمي من بعض المصادر المقربه من النادي الافريقي. ما هبطوش انا فقط، هبطوا بريس تونس كامله، هبطوا الناس كله، خاصه الصفحات الرئيسيه والناس المعروفين الصحفيين القدم، الكل حاولوا كيفاش يقولوا الموضوع هذايا، ومن حقهم، وانا واحد من الناس من حقي وحاجه طبيعيه. ولكن وقت اللي هذا كله متفاهمين فيه، وبالطبيعه مستلقى شكون باش يجي مضاد ويقول لا ما ثمش منها الحكايه، وفوزي ما صححش، وفوزي ماهوش باش يصح، وفوزي راهو مع الوداد. يعني كما نقول فيها، كل واحد كل يغني عن ليلاه وليلى لا تقر بذلك. يعني الكل نغنيه على فوزي ويوسف العلمي، وفوزي مازالوا ما اقروش بهذا، مازال ما ثم حتى شيء رسمي، ما مريناش معناها حاجه رسميه واضحه تدل على الشيء هذا. هذا كل زاد ما يعنينيش انا وما يعنيش جماهير النادي الافريقي. الخطر الكبير وين؟ الخطر الكبير وقت اللي احنا نراو يوسف العلمي يتحرك بكل بطء في اتجاه جلب مدرب ممتاز، هذه حاجه اولى. والخطر الكبير وقت اللي نراو يوسف العلمي ما يجيبلناش المدرب اللي باش يفيد النادي الافريقي حاليا في ال6 شهور هذوما. الناس كلها تضرب على درابوها وتحب تنجح، ولكن احنا في النادي الافريقي استنسنا بالفشل، لو مش نقول لكم بكل صراحه، استنسنا بالفشل واستنسنا بالبعد عن الالقاب. مش نقول لكم حاجه بسيطه برشا، اولمبي البيجي، اولمبي البيجي حاليا متحصل على كاس السوبر ومتحصل على كاس تونس في ظرف 6 شهور. أولمبي البيجي بإمكانيات بسيطة باع ملاعبيه وزوز ملاعبيه باعهم للترجي، باع ملاعبي المستير، بالرغم من ذاك يربح النجم الساحلي في كأس السوبر، معناها يربح بطل تونس معناها من الآخر،
وماهوش مترشح للبلاي اوف، ولكن بالامكانيات البسيطه هذيك نلقاو الاولمبي الباجي يتحصل على الالقاب اكثر من النادي الافريقي. النادي الافريقي المحروم من الالقاب، النادي الافريقي كل ما نقتربوا من لقب تصير لنا هزيمه والا تصير لنا انسحاب. هذه بالمكشوف عندنا تو 10 سنين و 15 سنه ديما ديما ديما، كل ما نقتربوا من لقب، كل ما تكون ثم مي شبيه، كل ما تكون ثم حاجه النادي الافريقي نلقاو رواحنا ما نتحصلوش عليها الحاجه هذيك. نمشي احنا كاس الكاف مشينا لها بالقدره، معناتها باش تفهموا وين قاعدين عايشين احنا في النادي الافريقي، مع شكون قاعدين عايشين. يا الاندراء قاعدين عايشين مع ناس نظاف، يا الاندراء قاعدين عايشين مع ناس ما تستاهلش، ومع ناس معناها مغضوب عليهم. هكا انا وليت نشك في الامر هذايا، نستغرب انا بصراحه. يا الاندراء مدرب كبير للنادي الافريقي خساره فينا، يا الاندراء مدرب يعرف البطوله التونسيه حرام فينا، يا الاندراء ثم بعض الاخبار تقول لك ثم مدرب اجنبي زاد. يا الاندراء انت كي باش تجيب لي مدرب اجنبي فيها 6 شهور باش يفهم حاجه، باش يفهم حاجه في البطوله التونسيه؟ يا الاندراء انت باش تجيب لي موسيماني؟ يا الاندراء مش تجيب لي كارديرون؟ انت ما باش تجيب لي مدرب في فرنسا يريني في الدرجه الثانيه، ولا مدرب في فرنسا نكره يلعب على الطيوح على تفادي النزول؟ هي اش باش يفيدني انا؟ باش يعمل لي تكوين ملاعبيه؟ احنا حاجتنا بالقليب تو، حاجتنا بالرجله وحاجتنا بالقرحه، هذوما مش يفيدونا ومش يخلونا نربحوا معناتها مقابلات هامه للنادي الافريقي، وباش نترشحوا ونهزوا البطوله ونهزوا كاس الكاف. لا انا حسب رايي المؤشرات هذه، اذا كان ما ثماش فوز البنزرتي، اذا كان ما ثماش لسعد جرده، معناتها رانا في خطر كبير بصراحه. ونقولها جماهير النادي الافريقي كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا في خطر كبير. اذا كان باش يبقاو يتلاعبوا باعصاب جماهير النادي الافريقي، انا ناكد لكم راهو الكلوب افريكا ماناش مريقلين ورانا في خطر صحيح. واحنا ما تسمع كان هات لطخه، ما تسمع كان الكلوب تهدد، ما تسمع كان عندنا ديون. خلصنا الديون، جماهير النادي الافريقي خلصوا الديون، خلصوا الديون على مر 5 سنوات كامله، واحنا نخلصوا في الديون وفي الاخر ما يجيبلكش مدرب كيف تحب انت. شنو تسمى هذه؟ هذه تتسمى النادي الافريقي يحبوا ينكلوا بها، يحبوا يطيحوها النادي الافريقي من الاخر، يحبوا يطيحوها ولكن ما قدروش الفترات الاخرانيه. اخيرا وزير الشباب والرياضه مشى عمل زياره البارك نتاع الكلوب افريكا، معناتها يعني اللي يهلل واللي يكبر واللي اي احنا شنو المطلوب معناها الزياره معناها نتاع الوزير؟ احنا مش نطلبوا منه طلب مهكه ولا لا، نحيوا دولتنا ونحيوا قيس سعيد ونحيوا وزير الشباب والرياضه على اللفتات هذه، ولكن مش باش معناها نقلوا الحكايه. لا المطلوب شنو هي؟ المطلوب هو رينا عندنا بارك نتاع 10 ولا 20 كتار، اي حاجتنا نحبوا فيه مركب نتاع العاب، نحبوا فيه قهوه، قهوه شبابه، قهوه ميكس، نحبوا نراو فيها معناها فين يلعبوا الصغار، كي واحد الناس اللي يهزوا صغارهم يلعبوا الغاديك، نحبوا نراو فيه بيسين نتاع ترفيه، ماهوش بيسين معناها نتاع مركب معناها بيسين نتاع رياضه رسميه، بيسين نتاع ترفيه كيما في الاهلي المصري، مركب للتسليه معناها، وتكون الناس كي يمشيو يتفرجوا في الكلوب افريكا حاجه وحويجه. نقضيو قضيتنا من بارك نتاع الكلوب افريكا ونعملوا جو على رواحنا، والناس يلقاو ناس نظاف، مش قهوه معناها عاديه تمشي معناها ما تدريش شكون باش تلقاها الغاديك، تلقى اللي باش يقول لك هاد دينار، باش تلقى اللي يقول لك هكا، لا قهوه نظيفه ميكس بولار الدنيا تلصف، باش اللي يمشي هو عائلته معناها يكون مأمن على روحه. هذه حاجه من الحوايج، هذا المطلوب من وزير الشباب والرياضه مثلا، ينجم يقول يوسف العلمي، هذا المطلوب. الواجهه نتاع البارك تولي بارك شباب ياسر، تولي بالالمنيوم حاجات تلصف، تولي معناها ديكور، ديكور حقيقي، ديكور حقيقي معناها حاجه مزيانه بالحق، معناها تحط اي حاجه ديكورات ياسر شباب. هذا هو المطلوب من وزير الشباب والرياضه، وان شاء الله يتحقق. الانفراستركتور بطبيعه الحال نعملوا في الجازون، احنا نعملوا في الجازون عندنا 5 ملاعب الكلهم بريسك حاضرين، ناقصين صحيح ثم كال البني القديم اللي في البارك هذاك اللي بالقرمود، هذاك القرمود اكل عليه الدهر وشرب، هي هذاك ما فيها باس يتبدل جديد. شنو اللي فيه؟ شنو هي؟ ما فهمتش انا شنو اللي فيه. على كل حال يمكن تدخل وزاره الشباب والرياضه على اساس باش يصلحوا لنا بعض الامور هكاك، ولكن المطلب نتاعنا هو مركب ترفيهي في بارك النادي الافريقي. نفس الشيء راهو مشى للقاعه نتاع الترجي الرياضي وقابل حمد المد، معناها راهو ما جاش كان للكلوب هكا هو، باش تحطوا في بالكم باش ما يقولوش راهو يدزوا مع الكلوب، لا لا مشى حتى بارك الترجي وكل شيء. هذا حاجه من الدوله، اي مقبوله من الدوله كحاجه تجي من الدوله، ما يسالش
ولكن احنا وين؟ احنا اش قاعدين نعملوا؟ احنا مانيش نعملوا في حد شيء. احنا سمعنا بعض الاخبار اللي بالبدايه شكون مش يبدا يراني، مش يبدا يراني يا داير المدرب مساعد، هو المساعد بتاعو الزوز هذوما الحاج علي والطويري ولا اسمه، هذوما الزوز باش يبداو يكملوا التلمهم. انا تخاف لا يوسف العلم يقول لك باش نوصل بهم لاخر الموسم. ايه المقصود؟ معناها المقصود التنكيل بالنادي الافريقي، والسلام عليكم، وختام نقول لكم فيفا فرز الصيام. هذا هو.